هو احنا ليه مش بنشوف ربنا؟ ربنا عنده كام سنة؟ انا ولا شفت ربنا ولا شفت سيدنا محمد، ما شفتش اي حاجة. انا دلوقتي احنا ايه اللي اكد لنا انه هو فعلا كان موجود؟ احنا عارفين ان الحب مش حرام. هل لو في واحد على علاقه بواحده والناس كلها عارفه فهو ده كده خلاص زواج؟ انتوا جايبين معلوماتكم منين؟ في بنات بتقول ده البيست فريند بتاعي. هو قال لي كده. ماشي 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 ماشي. بيعرضوا حياتهم على السوشيال ميديا بشكل مبالغ فيه. شفت مراتي بتعمل كده، اول حاجه هتبدو لذهني ان انا اشك فيها، وبالتالي يقعدوا يفتشوا في موبايلات بعض. انت اللي جبته لنفسك. في أفكار في دماغي أنا مش عارف دي بتبقى من نفسي ولا من الشيطان. ليه ربنا سايب الشيطان يوسوس؟ الاحتفال بكريسماس حرام ولا حلال؟ هل تعرف أنت كريسماس يعني إيه؟ فكرة الحجاب أصلاً ليه يعني؟ ليه بيتحجبوا؟ ليه يعني إحنا نتحجب والولاد لا؟ هيئة بنا سوياً نرى في هذا البرنامج نور الدين كيف نصل إلى سعادة الدارين. نور الدين مع فضيلة الدكتور علي جمعة في رمضان على قناة مصر الأولى.